متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. حسب آخر صورة الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا، أشارت إلى وجود تشكيلات واسعة من السحب الركامية الرعدية التي تشكلت خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم بسبب تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي. شملت هذه السحب مناطق مختلفة من القصيم، حفر الباطن، المناطق الشمالية للمملكة مثل عرعر وسكاكا، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية من المملكة بما فيها منطقة نجران وبعض الأجزاء المتفرقة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة. هذه السحب تميزت أيضا بأنها كانت مصحوبة برياح هابطة سيمة في المناطق الشمالية، أدت إلى تشكل عواصف ترابية عملت على تدني كبير ولافت لمدى الرؤية الأفقية في المناطق الشمالية الشرقية بما فيها مثلا منطقة حفر الباطن التي انخفض بها مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر. نتعرف على ما هو متوقع خلال الساعات القادمة. إذن مع ساعات مساء هذا اليوم، مناطق مختلفة من شمال شرق كما ذكرنا المملكة بالإضافة للمناطق الجنوبية تحت تأثير ووقع هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والمتمثلة بهطول زخات محلية رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية لا يمنع أن تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية وتسبق بنشاط في سرعة الرياح السطحية وتؤدي لتشكل بعض العواصف الترابية. ربما تشمل بعض من هذه الزخات المطرية أيضا المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وكما نلاحظ مع ساعات هذه الليلة ليلة الأربعاء الخميس وصباح يوم الخميس تكون الفرصة متاحة لأن تهطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق الرياض، جنوب محافظة الرياض، المناطق الجنوبية بما فيها منطقة شرورة، بالإضافة للأجزاء الشرقية من المملكة من المتوقع أن تتعرض لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تترافق أيضا بنشاط كبير في سرعة الرياح السطحية القادمة من البحر وارتفاع للأمواج متوقع على المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى بما فيها أيضا منطقة الدمام، وتكون مصحوبة بهطول زخات رعدية من الأمطار. خلال ساعات نهار يوم غدا تتركز الأحوال الجوية غير المستقرة على المناطق الشرقية بما فيها منطقة الدمام، بالإضافة إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية بما فيها منطقة الإحساء وأيضا كامل المناطق الجنوبية من المملكة تلك الواقع على الحدود اليمنية والعمانية، ويتوقع أيضا تمتد وتشمل أيضا مرتفعات جنوب غرب المملكة. هناك فرصة جيدة غدا لأن تشهد زخات رعدية من الأمطار في حين يستقر الطقس نسبيا في المناطق الشمالية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. فيما إذا انتقلنا ليوم الجمعة، إذن يوم الجمعة خلال ساعات الصباح يسود طقس مستقر، لكن مرة أخرى مع ساعات ما بعد الظهر يعني تزداد حدة بعض الأحوال الجوية غير المستقرة في المناطق الشمالية، أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، أجزاء من المناطق الجنوبية الشرقية، وأيضا خلال ساعات متأخرة من يوم الجمعة ربما تتشكل سحب ركامية رعدية حتى على المناطق الوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض. هناك فرصة يعني تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار، درجة حرارة الصورة هذه إلى 26 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء دافئة بالرغم من وجود فرص هطول هذه الأمطار الرعدية، لكن يتوقع أن يتحول الطقس تدريجيا ليصبح مغبر بشكل عام في العاصمة الرياض سواء هذه الليلة أو حتى في خلال ساعات نهار يوم غد. نهار يوم غد يتوقع أن تتركز الأحوال الجوية غير المستقرة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة في حين تسود أجواء مغبرة في باقي المناطق بوجه عام مع طقس حار نسبي في مناطق واسعة من المملكة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى والأحوال الجوية المتوقعة غدا. إذا في المناطق الشمالية سكاكا 33-22، في عرعر من 30-19، في تبوك من 31-19 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في المدينة المنورة 35-21 درجة مئوية، في جدة من 36-24، في مكة تصل إلى 38 درجة حرارة العظمى في حين تكون الصغرى 26، أما في الطائف تكون ما بين 29-17 مع وجود فرصة ضعيفة لزخات رعدية من الأمطار على مرتفعات الطائف. في مناطق جنوب غرب المملكة في أبها هناك فرصة جيدة لأمطار رعدية غدا من 26-18، في الباحة من 25-20، أما في جازان من 35-30 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة بما فيها الإحساء هناك فرصة غدا كما ذكرنا لأمطار رعدية من 37-25 درجة مئوية، كذلك الأمر هو في الدمام من 33-26. حفر الباطن تكون الفرصة بها مهيئة هذه الليلة للأمطار الرعدية، لكن نهار الخميس تضعف فرص الهطول وتكون درجة الحرارة العظمى 33-22 درجة مئوية مع أجواء أقل حرارة مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، في حين تكون أجواء حارة غدا في الرياض مع طقس مغبر 37-25، في القصيم من 33-21، أما في حائل من 30-19 درجة مئوية. نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة.
إذا يوم الخميس 37 إلى 25 طقس مغبر نهارا دافئ وغائم جزئي ليلا، فرصة لبعض الزخات الرعدية الأمطار بعيد ساعات العصر يوم الجمعة وكذلك ليلة الجمعة على السبت، تبقى حارة مرتفعة من 36 إلى 23، يستقر الطقس مع طقس حار بوجه عام يوم السبت من 37 إلى 23 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما زوروا تطبيق أو حملوا تطبيق موقع طقس العرب أو زوروا حملوا تطبيق طقس العرب أو زوروا موقع طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.